خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم للميا تقول لنا النهارده ايه اخبار الجو. اتفضلي يا لميا. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34، وأعلى درجة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.